أيوة. ثم يرجع إلى منى فيمكث بها أيام التشريق بلياليها، ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، كل يوم بعد الزوال بسبع حصيات لكل جمرة. نعم، إذا هنا ماذا نفعل في اليوم التالي والذي يلي والذي يليه؟ نرمي في كل يوم الجمرات الثلاثة. أول يوم رمينا فقط جمرة العقبة الكبرى، وما في بعدها دعاء، بيظلوا يتصلوا فيه. في دعاء يا شيخ؟ ما في دعاء يا أخي، انصرف أكمل مشوارك. أما عند رمي الجمرات، جمرة العقبة جمرة صغرى مباشرة في دعاء، لكن تذهب جهة اليمين بعدما ترمي، تذهب جهة اليمين وترفع يديك وتستقبل القبلة وتدعو الله وتطيل ما استطعت، وحاول أن تكون في أقصى اليمين حتى ما يأتيك الشرطة يقول لك يلا يلا تحرك، أو أن تحدث يعني ازدحاما، أو أن تحدث يعني عدم قدرة على السير من الناس. وابن عمر ورد عنه أنه بمقدار سورة البقرة مكث يعني حوالي ساعتين وهو ايه يدعو الله. وقيل منى تتحقق فيها الاماني، نحن فرصتك منى ادخر، شوف في عندك دعاء، دعاء في ذاك المقام ما عندك الا ترمي وتذكر الله وتدعو الله. ثم بعد ذلك تأتي جمرة العقبة ايش الوسطى، ايضا سبع حصيات، يعني بده يكون معك كم حصى؟ 21. من وين جايبهن؟ من منى. من وين؟ عندي الخيام مليان. شيل السجادة اللي عندك هاي اللي انت نايم عليها، بتلاقي تحتك ايش مليان حصى، وين ما تروح في حصى. وهكذا، وبناء على ذلك بعدما ترمي الوسطى تذهب جهة اليسار، تستقبل القبلة وتدعو الله. ثم تأتي جمرة العقبة الكبرى فترميها بسبع حصيات، وبعدها لا يوجد لا دعاء، وإنما تتابع الرجوع إلى منى، وهذا هو الأفضل. لكن الرمي لابد أن يكون بعد الزوال، أي بعد صلاة الظهر، بعد دخول الظهر. ومن العجائب التي حدثت معي عندما حججت مع والدتي في 2009 أنني لم أتعجل بفضل الله، وطبقت السنة، بقيت في اليوم الرابع أيام العيد وثلاث أيام التشريق، وذهبنا لنربي، فقلت لها يا أمها وكانت على العربة دعينا نبكر، فإذا اقتربنا وحان موعد الظهر انتظرنا قليلا فبعد ذلك ندخل نرمي ونتابع الذهاب إلى السكن في مكة، ولم يكن موعد الطائرة طبعا، فنرتاح بعد يوم يومين يأتي نطوف طواف الوداع. المهم، فعندما سرت وأقود العربة فإذا بالظهر لم يؤذن، وأنا لا أريد أن أرمي قبل الظهر، أريد أن أرمي بعد الظهر، فأخذت جانبا حتى لا أجعل ازدحاما، ولكن المفاجأة رأيت ورائي أمما قد وقفوا، وأمامي أمما قد وقفوا، ونظرت إليهم فإذا هم من العجم وليسوا من العرب، كل يريد أن يطبق السنة، يريد أن يرمي بعد الزوال. فقلت أنا بكرت حتى لا أحدث تأخيرا ولا عرقلة، فإذا بكل هؤلاء العاجم يريدون أن يطبقوا السنة وقد تأخروا، لم يعجلوا في الإياب، فإذا بذاك الشرطي والعسكر يقول تحركوا تحركوا، وأنا بصراحة يعني لا أستطيع أن أتحرك وأرمي قبل الزوال، فكأني لا أسمع.
فإذا به يخاطبني من بين الألوف، قال: أنت أيها الأردني، أنت تسمع كلامي وتفهمني، تحرك. فنظرت إليه فقلت: تركت كل هؤلاء وناديتني؟ طبعا كيف عرف؟ امي جايب ايش؟ الشنطه بتاعت الاوقاف، سجل على وزاره الاوقاف الاردنيه، فكشفنا. فقال لي: اذا ادخل على اليسار وهناك تاخذ راحتك. قلت: جزاك الله خيرا. فدخلت فاذا بها مثل مدخل صغير، فمكثنا واذن الظهر، فاذا بالناس تنهال كالسيل العرم. قلت: سبحان الله، كل هؤلاء يريدون أن يطبقوا السنة ونحن نتأخر عن تطبيق السنة، نحن العرب بشكل عام والأردنيون بشكل خاص. الله ربي، فمن أراد السنة فهم كثر، فاللهم اجعلنا منهم. فهذا هو الحال، ترمي بعد الزوال. أما ما أما عند المرض وعند الحاجة فلا حرج أن ترمي حتى عن يومين، ترمي عن يومين بسبب إيش؟ المرض. وهذا يؤكد أنك ترمي عن يومين. ماذا يؤكد؟ أن التوكيل فقط للضرورة، مش كل واحد خذ يا بني ارمي عني. لا يا عمي، عندما تعجز يا أمه، واحد قال لي: امي انا فبطه يعني مليانه، مش قال تنحط على العربيه زي ما انا حطيتها. طبعا انا 2009 يعني كان سني 35 سنه، غير الان هسه تقول لي جر عربيه 5 كيلو، بدي واحد يدزني انا، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وبالتالي التوفيق من الله، فالله يعينك وييسر امرك. والحمد لله طبقت أمي ورمت بيديها والجمار، ونسأل الله يتقبل من الجميع. طيب نسمع الآن. إلى متى فيها الغروب يعني؟ إيه؟ الزوال إلى متى يعني؟ معك إلى قبل الغروب. معك أن ترم. لذا بعض الناس، وأنا هيك أطبق، أصلي الظهر في منى ولا أجمع، وأذهب وأرمي ثم أرجع إلى منى، أحاول أن أبقى في منى ما استطعت. طبعا اللي عنده سكن وكذا، أما الإخوة شو بكونوا؟ بيصلوا الفجر وبيذهبوا لوين؟ للسكن، وبعد الظهر بيجوا على الدرج الكهربائي بيرموا، وبعدين بيجوا إيش؟ على الخيام، وبيرموا بعد العصر، لأنه هو بقول لك أهم أدرك إيش؟ المغرب. لا، كلما مكثت في منى فهذا هو الأفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم أيام القر، أي المكث في منى. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الخير وأن نطبق السنة، وخصوصا يا جماعة اللي بتكون حجة الإسلام. حجة الإسلام لابد أن تحرص ما استطعت على تطبيق السنة، أو أن تحج عن أبيك أو عن أمك أو عن أخيك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع. ويبدأ بالجمرة الأولى وهي الأقرب إلى مسجد الخير، فإذا فرغ من رميها نعم، فإذا قليلا عن يمينه، فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه. نعم، هذا ذكرناه. البعدي ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها كذلك، ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه. إذا ترمي الأولى بعدها بتوقف على اليمين، الثانية بتوقف إيش؟ على اليسار، ترفع يديك وتدعو الله كثيرا. نعم. ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، فيرميها كذلك ويجعل البيت عن يساره ومنها عن يمينه ولا يقف عندها. نعم، بعديها ما في دعاء، بعديها ما في دعاء. اليوم الثاني طيب نفس الشيء. نعم. اليوم الثاني واليوم الثالث كذلك. ذكرنا إخواني في الله في درسنا الماضي البارحة أنك عندما تأتي إلى الجمرة
لابد أن تنتبه، تجعل مكة على يسارك ومنى على يمينك، فإذا جئت من الخلف فأنت تجعل عكس، بتصير مكة عوين على يمينك ومنى على يسارك، ولم تصب السنة. طبعا هم فتحوا يمين وشمال أمام وخلف، شو السبب؟ حتى يخففوا الازدحام. فحكي ذكرنا إن كنتم تذكرون ما الحل، قلنا الحل ألا تبدأ عندما ترى الجمرة ترمي مباشرة، وإنما تمشي 10 متر، فإذا بالفجوة والفراغ يصبح أمامك ما تستطيع أن تؤديه. وذكرت لكم إن كنتم تذكرون ذاك الشخص الذي لم ينتفع بما نصحته، فإذا بحجر يضرب برأسه فينظر خلفه فإذا هي امرأة عمرها 70 سنة مسكينة تريد أن ترمي الجمرة، الله أكبر، والله ضربته في رأسه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وإن صرف بعد رميه في اليوم الثاني ولم يبت للرمي في اليوم الثالث جاز، لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذا بدك تتعجل لك تبقى اليوم الثاني والثالث، لكن الأفضل أن تبقى اليوم الثالث، اليوم اللي هو الرابع أيام التشريق. نعم. لكن التأخر للرمي أفضل لأنه السنة، والسنة الترتيب بين المناسك المتقدمة، الرمي فالذبح أو النحر، والحلق فطواف الإفاضة، فالسعي المتمتع، لكن إن قدم شيئا منها أو أخر جاز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا حرج لا حرج. نعم، هاي لا حرج لا حرج في رواية مسلم إني فعلت ولم أشعر، فاختار غير واحد من أهل العلم أن عدم الترتيب يكون للحاجة والمعذور، أما غير المعذور كيف تخالف السنة؟ وإن